كتير موقفكم بين تصعيدي جدا، يكاد يصل إلى مرحلة أنه أن يفقد الحزب آخر مظلاته المسيحية. هل وصلتم إلى هذا الحد أم مثل ما قال أستاذ سيمو بعد حبل الصرة موجود عبر البند رقم 10 في ورقة التفاهم؟ سيدتي، بس توضيح عند موضوع البند رقم 10، هو انخراط سلاح المقاومة باستراتيجية دفاعية بتكون مهمتها الدفاع عن لبنان وتشكيل نوع من قوة رادعة للتعديات الإسرائيلية على لبنان، يلي كمان لا تزال ولا تنفك عم بتصير. كانت تحصل بين 48 وال 67 في 2000 تعدي، بعد 67 أكيد زادتها موضوع انفلات الأمر بالجنوب وفتح لاند، ومن بعده كل 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 اللي حصل مش بوقت نفصل تاريخيا هلا. فإذا البند العاشر هو انخراط السلاح المقاومة باستراتيجية دفاعية وليس حماية سلاح المقاومة كقوة إقليمية أو منخرطة بوحدة ساحات أو مشاريع إقليمية أخرى. هذه حتى ما نكون عم نصور البند العاشر على غير ما هو عليه. واليوم موقفنا ما تبدل، لا نزال مع الدفاع عن لبنان، إنما نحن لسنا مع فتح جبهة إسناد، وهيدي قلناها من اليوم الأول. أمن الجنوبيين، أمن القرى الجنوبية منه محطوط بتصرف أو بخدمة مشاريع إقليمية تفوق المصلحة اللبنانية أو تتعدى المصلحة اللبنانية. نحن القضية الفلسطينية نحن مع، نحن مع عودة الحقوق إلى الفلسطينيين. فخامة الرئيس كان على طول يقول، وهذا له خطاب شهير من سنة 2010 يلي بيحكي فيه عن سبب العقل، أسميهم ريزون دو تيت، ريزون دو كور، ريزون دانتيري، بالعقل وبالعاطفة وبالمصلحة نحن بلنا تنحل المشكلة الفلسطينية، إنما لبنان دفع فواتير باهظة بهذا بخدمة القضية الفلسطينية. نحن دفعنا من اقتصادنا، من أمننا، دفعنا حرب أهلية من وراء انفلات المنظمات الفلسطينية. اليوم الفلسطينيين أول مرة هني عم بحاربوا على أرضهم. تحرير فلسطين هيدي مهمتهم هني، مش مهمتنا نحن، وهذا كان موقفنا على طول. اليوم موضوع فتح جبهة إسناد ومنطق وحدة الساحات نحن ضده، ما كنا ولا مرة معه، حتى اليوم نقول غيرنا. اليوم صار في تفاؤم، صار في توسع للضربات عم بتزيد بالعمق على الميلتين، هنالك خطر من انفلات الوضع الأمني. بقى كان من الطبيعي أنه نرجع نرفع الصوت ونقول نحن لسنا مع فتح جبهة إسناد من جنوب لبنان. يعني أنتم تحملون حزب الله من أي مشروع إقليمي آخر. هيدا الموقف يلي أنا حكيته. أما بالنسبة للي قلتي لي عنه موضوع الابتزاز، أنا جاوبت على سؤال واضح كان عم بيقول لي أليس موقفنا هو بازار سياسي مع حزب الله، وأنا كان المنطق تبعي معاكس، إنه اليوم تغطية حكومة نجيب ميقاتي بالتعدي على الصلاحيات، بخرق الدستور، بضرب كل المنظومة القانونية والدستورية وكل النظام يلي انبنت عليه هيدي الجمهورية الثانية، تغطية نجيب ميقاتي باستباحة صلاحيات رئيس الجمهورية وإطالة أمل بالفراغ. نعم. أنا كمان بقدر أفهمه إنه هيدا هنالك من يقوم بابتزازي ويقلي حتى تنهي هالمجزرة الدستورية، أسهل طريقة تروح تنتخب مرشح ويلي هو سليمان فرنجي أو لوكيرانس. نعم. وهذا الأمر يلي نحن قلنا ما بدنا إياه. نعم. وأكيد اليوم عنا تباين كتير كبير، عنا خلاف كتير كبير، ببلش من موضوع الشراكة، من موضوع التعاطي بالحكومة الحالية، من موضوع التعاطي بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، وصولا إلى يعني الانخراط بمشروع إقليمي يتعدى
الدفاع عن لبنان ويتعدى المصلحة اللبنانية وأمن اللبنانيين عامة والجنوبيين خاصة. طيب فهيدا هو بس أنا يعني عم تقول حضرتك أنه اليوم ممكن أن تفسر أنه الغطاء للحكومة اللبنانية بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية مثل ما عم تقول حضرتك هو أيضا ابتزاز من حزب الله لألكم لتروحوا تنتخبوا سليمان فرنجيجي. بس سؤالي الجواب يلي جاوبته أنا بس سؤالي أستاذ جابي مراد صح بس هلا السؤال هل تحملون يعني انتم مباشره حزب الله مسؤوليه هذه الحرب في الجنوب؟ يعني اليوم عم بتقولوا لا لربط الساحات، هذا كان رد مباشر على كلام الامين العام لحزب الله السيد نصر الله يلي قال نحن ما بنوقف هذه الحرب الا بعد انتهاء حرب غزه. وبالتالي انتم تحملون حزب الله مسؤولية هذه الحرب في الجنوب ومسؤولية التصعيد فيها؟ لأنه في كلام كمان للوزير باسيل أنه هو يتحمل وحده هذه المسؤولية. صحيح. بداية خلينا نرجع نحط الأمر بإطار. بداية نحن قلنا أنه تشكيل قوة رادعة لا وتثبيت قواعد اشتباك عبر الوقت يعني عبر الزمن حصلت مع العدو الإسرائيلي هو أمر نحن قدرناه بوقته. إنما نحن اليوم ابتداء من 8 أكتوبر 2023 فتح جبهة مساندة لجبهة غزة بوقت نحن شايفين إنه الفلسطينيين لأول مرة بتاريخهم عم بيقاتلوا على أرضهم. طيب هن ما بقى بحاجة لهيدي المساندة، واحد واثنين هي مش مسؤوليتنا. ممتاز فخامة الرئيس نحن مش مرتبطين بحلف نحن وحماس بغزة. أوكي.